السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا انا شوبينغ اكادير. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد كما كتشوفوا معايا. اليوم بغيت نشارك معكم اجواء العرض كي داز مع خديجه، عالم خديجه. صراحه نقول لها يعطيك الصحه صاحبتي، داز داكشي زوين ونهار كان واعر وطوب. بالنسبه للصالون ديالها بارطاجيته معكم حيت حمقني وقلت علاش لا ما نبارطاجيه معكم تنتوما باش تكتشفوه. هكا يعجبني فيه هو داك القبص البنات، خطير القبص اللي فيه في السقف شي حاجه بلدي وانا كيحمقني شي حاجه بحال هكا بلديه. وهو تبارك الله راه كبير، عندها الصالون وقسمته على جوج، واحد البلاصه درتها بحال هكا صالون بلدي، واحد البلاصه درت فيها بحال واحد سيجور صغير بحال هكا، وحطت فيها الطبيله. هنا البنات درت فيه البلاطوات ديال الحلوه ودرت فيه شويه الفاكهه. هذه الحلوه الصابلي غنقولها، عرفتي الحلوه البنات ديال اللوز غزاله. تبارك الله عليها، دارت لينا لي باف، المهم وجدات كلشي داكشي على حقه وطريقه، والله ما خلات مسكينه من جهتها. وهنا دخلت عندها الكوزينه باش نكتشف الاطباق اللي وجدات لينا. صراحه وجدات داكشي كله بنين بنين بنين. السفه كانت خطيره، كانت صيبتها نورا، نقول لها الراي ديالي هنا في الفيديو بصحتك السفه. بالنسبه للطاجين واللحم شي حاجه كان رائعه البنات، مذاق رائع الحمد لله، كلينا تشبعنا. هنا كانت طحنه العصير ديال الفريز مع لافوكا وصافي. وهنا بغيت نبارطاجي معكم الروينه مسكينه اللي فيها. صافي عجبني هذا الكوان اللي دارت خديجه. دوك البنات عرضت عليها خديجه. هي زيدي سيري قولي مرحبا بك الزين. الناس اللي غايقولوا راه مخاسمين ولا راه مو خاسمين حتى الزه لبحه خذوك احنا البعد. مرحبا بكم مرحبا بكم. مرحبا مرحبا. تبعد مع الالفيه درنا فيها كورونا. لا عندي كورونا في عروه، ما بقيش كورونا من زمان. انا 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 قولي لنا الغزالات تاهما، الغزالات هنا كتخرجوا فيك. هنايا البنات خديجة لا كيتعرفوا على الأصول. ما شكرنا بهذا اليوتيوب، هو اليوتيوب اللي ورانا عائلتنا، ما كنا موضرين في الدنيا ما عرفتش اللي حايدة ما عارفة. هي ما عرفتش تقول لي هذا ما عرفتش. أنا في تيكي وين قالتها لي خديجة. مشيت عندها وريتها راسي وقالت لي ما عرفتش. وقالت لي شبيها البنت أنا مصورة مع حريري والله معصرة. حنا شنو الدواري مالكين ما عرفناكش. البنات هانورا شوفوا تبارك الله الخفطان ديالها عجبني، جو جو عجبني اللون تاع عيشة حتى هي زوين. انا نبداو دابا ديال عيشة، عجبني اللون. غادي ندير كوبي كولي. اجي معايا ناري شجعوني عاوتاني بنات ما يبقاش شتين ولا مسدين. لا بغيت نشوف انا الخياطة اش بيت الفوق. انا نورا اش بيت الفوق. شوفوا الزين شوفوا الزين. نورا البنات راه كدير هادشي ديال الميكاب وهادشي، اللي بغا شي حاجه ادوميسيل كتلوحوا في قناتها ادوميسيل، كتجي عندكم من الدار وتصايب لكم كلشي لي سوا، داك مينيكور بيديكور كلشي الصبايغ. وهذا المينيكير ديال نورا اختي واعر، شحال بلاصه مشيت ليها وما كينطوش ليا رجلي. انا عندي المينيكير عند نورا اختي، انا نديرو نورا اختي نصور لك. ما كنشكرهاش حيت اختي زعما، ولكن شحال بلاصه مشيت ليها كيلعبوا عليا ما ينقوش ليا رجلي. لا انا غنديرو عند نورا اختي. اجمعوا عليها العيشة، صراحة زوين درت لي هذا المجدول بهذه الطريقة. راكم عرفتي المجدول كيكون هكا ولا كيكون بداك السم، المهم هي درت لي بهذه الطريقة صراحة زوين. نوريكم هذا الخياطة ديالو، اليدين الجديدات ديالو صراحة زوين عجبني. صافي هذا مكان هذا ديال نورا. نورا قربي باش نوري لهم قربي. ها انت عندك بالبيض مال كيعروسه فختي، خلا ديما تكون عروسه مزيان. انا عجبني هذا اللون حمقني.
واللي بغيت نقول لكم البنات هو اننا دوزنا صراحه لحظات زوينه، فيها النشط فيها الضحك، طاقه ايجابيه والله الحمد لله. وشكرا لخديجه اللي جمعتنا هذه الجمعه ديال الخير اللي كلها طاقه ايجابيه، وخصوصا حنا محتاجين الطاقه ايجابيه. ديما كنقولها لكم جميع الفيديوهات ديالي الحمد لله على النعمه ديال الله. وهنا البنات غادي نخلي لكم الاجواء بالطبيعه ديالها باش هكا نتوما تقربوا لينا لذاك النهار كيفاش داز. نبعدوا شويه على الفيديوهات ديال الروتينات والفيديوهات ديال الجولات وديال الشوبينغ، ونشوفوا شويه النشاط وشويه ديال الضحك. خليكم مع الفيديو ما تمشيو حتى فين، تتكملوا ان شاء الله لا فيديو. شعكوكا غزالات راه مويلحات انا قلت لكم ميلحات زوينين، انا زعما كنشكر فيكم. هاد المسمومه الفيديو غيكون فيه الصداع ديال اللفه. المهم تاع الفقيره. ثانك يو فيري ماتش. خلينا تنتغداو حتى نتغداو. غنصورو هادشي لاخر حتى نتغداو. انا صورتها من وقتي في الحمام فاش كنمشي من وقيتها كنمشي ليه الساعه. ايوا يعطيك الخير صاحبتي العزيزه. مرحبا بك صاحبتك. انا اختك اختي العزيزه. راه دابا كاينه نوره. نوره كتشد الغيره.
الحمام هذا عندي واحد قطر في الدار هو اللي بستعمل ها هي ريحانه دابا هو اللي لا موض نستعمل شو خديجة شكرا حبيبتي الله يكبر بك عيات أنا كنحس بها عتي من ورا كل عرضة كتعي أمين عمو لك وعين وشطة أنا عيانة ولكن فرحانة عين خبز الزبدة والكوفيتير عتي قالت لي حياة أسميتها نزها قالت لي دينا بيض ومطيشة يا ركا حياة قالت لي أخي الخص عطي الخص قنية داكشي اللي كندير انا ماشي درتو ليكم انتم راه ديجا عند الناس كاع اللي ما كنصور راه داكشي هذوك الناس ديال مي حنا يعني عادي يلا 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 دابا عجبك الحاله انت عييت حنا غادي نتعيي والله ما عييت قسما بالله ما عييت انا وانت ما غتشوف فيديو عييت شوف باش انا طوب ندبكو على الكوزينه ندوزو نورا حتى انت يا برصناكم والله الا شكرا بزاف تبارك الله والله ما قلت لك تبناي انت هي برصناكم ولا قالت لك اجي تبن تبنى فهاد اللحظات امين الحجه غدير لنا الدعاء الله يخلف الله يسهل في الرزق امين ديما ضحكوا لنا امين يا ربي امين الله يقبل لكم حنا لا نفعنا امين اللهم امين امين اللهم امين احسن من ان شاء الله امين ان شاء الله هذه المره عندي ان شاء الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يقبل الله يخلف امين 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 امك مسكينه عقل ما هضرت ما شطحت ما ولا فوجات خالتي فوجتي ولا لا صح بدلتي شويه الله يسهل عليكم امين ما شطح ما كذا ما نطيش نقعد نشطح بدك ما شطحت بدك ما شطحت لا انا كان ريحانه فوجت ريحانه فوجتي يسهل عليكم امين امين